تعرف على أقوى أدوات قطع اللحوم والأسماك وتفتيت العظام. لم تقتصر عملية قطع اللحوم على المصانع فقط، ولكن أصبحت تستخدم في جميع الأحيان. فبعد أن تم ابتكار أدوات لقطع اللحوم والأسماك وتفتيت العظام، أصبحت تسهل علينا حياتنا، وذلك لاستخدامهم في المنازل. فلنتعرف عليهم. فايل اكس اي كات هي آلة مخصصة لقطع اللحوم والكشف عن العظام العالية الدقة، وتقوم بإزالة الالتواء الخاص به لسهولة عملية القطع واستخراج جميع الشرائح الإضافية في اللحوم. وتعمل الماكينة بإنتاجية قطع تصل إلى 50 شريحة في الدقيقة الواحدة، وتقوم هذه الآلة بالكشف عن عظام السمك وإزالته بكل سهولة، وذلك لتقليل العمالة الماهرة، وتحسن هذه الآلة الجودة. وهذه الآلة يحسن استخدامها في قطع الشرائح بجميع أحجامها، وتعمل الماكينة عندما تتكيف زاوية القطع بشكل منتظم في الإزالة. وقد تم تجهيزها بشفرات حادة مزدوجة، وذلك لتقسيم اللحوم أو الأسماك للقطع بسهولة في أماكن البطن أو الذيل. وبها مبردة فائقة لقطع الشرائح الفردية باستخدام مزيج من القطع المستقيمة والزاوية والمنحنية، وذلك بفضل المرونة العالية. تقوم الماكينة آليا بضبط أنماط القطع على حجم كل شريحة. iCut Portion Cutter. وقد تم تصميم هذه الآلة لمعالجة الجيل الجديد في أنماط القطع، فهو يقوم بالقطع ولكن بشكل منظم، وتتميز بتوصيلها بجهاز كمبيوتر قوي ونظام رؤية ليزر متطور مع محرك سيرفو مثبتة للقطع بدقة عالية. وبها نظام رؤية الليزر الجديد المزود بتكنولوجيا كاميرا 200 هرتز دقة فائقة، وتقسيم عالي السرعة بزاوية 90 درجة. وهذه الآلة تقوم بالكشف عن اللحوم وتعمل على تنظيف الشوائب من اللحوم أو القطع الإضافية غير النظيفة. Stripe Cutter Splitter. وهذه الماكينة هي عبارة عن آلة تقسيم سهلة الاستخدام، تعمل على قطع الأجزاء من اللحوم ذات الحجم الثابت بسرعة عالية. توفر آلة التقسيم مجموعة من خيارات القطع، حيث يمكنها من قطع المنتجات إلى شرائح أو أجزاء مكعبات. وبها شفرات قطع قابلة للتعديل يصل حجمها إلى 50 مليمتر مع شفرات قطع ثابتة تصل إلى 10 مليمتر. وتقوم الاسطوانة في الآلة بالتحرك لتثبيت المنتج وللقطع، ويمكنها قطع العديد من المنتجات باستخدام تركيب خاصية الأمان العالي للمشغل. iCut 610 Portion Cutter. وتم تصميمها لتلبية احتياجات الشركات الكبيرة الخاصة في اللحوم، فهي الحل المثالي لقطع الأجزاء ذات الوزن الثابت، ومتوفر بها برامج للقطع والتنقية في اللحوم ببرمجة فائقة، ومجموعة متنوعة من أنماط القطع المتخصصة يضمن دقة متفوقة باستمرار والاستخدام الأمثل للمواد الخام، ينتج عن ذلك منتجات عالية الجودة مع أقصى عائد على الاستثمار. يضمن نظام الرؤية الليزري للكشف عن اللحوم بأحدث تقنيات الكاميرا الدقة القصوى، والقطع العالي السرعة حتى 1000 جزء في الدقيقة لكل ممر.